اتكلم عن موضوع مهم دلوقتي، واللي هو الاستجماتيزم اللي كلنا بنسمع عنه. ممكن ما نكونش فاهمين هو ايه بالظبط، المرة دي هنفهمه. ممكن يكون الكلام عنه في الكتاب مش كتير، لكن احنا كل سطر محتاج تفسيرات كتير قوي. الاستجماتيزم كتا يعني باللاتيني مثلا A يعني نو، وستيجما يعني بوينت، يعني مفيش تجمع للنقطة. يعني ايه الكلام ده؟ state of refraction of the eye in which there is difference in refraction of an equal refraction light in different meridians of the eye. الخلاصة rays of the light refracted by the eye will not focus in a point. اهو ده اهو الكلمة الأخيرة ديت هي التفسير، مش هتتجمع في نقطة واحدة. a point ما فيش نقطة واحدة جمعت الصورة، في كذا نقطة جمعت الصورة. هي دي فكرة الاستجماتيزم. كنا في المايوبيا بنقول ان الصورة بتتجمع، المايوبيا كنا الصورة بتتجمع قدام الشبكية، وفي الهايبرمتروبيا الصورة بتتجمع ورا الشبكية، سواء ورا أو قدام، لكن في الحالتين الصورة بتتجمع. إنما في الأستجماتيزم الصورة مش بتتجمع، الصورة بيبقى لها بتبقى متنطورة في كذا مكان، تلقى مثلا جزء من الصورة قدام، جزء من الصورة ورا، جزء من الصورة على الشبكية، أو ممكن تلقى إن كل الأجزاء على الشبكية لكنها مش في نفس النقطة، جزء فوق جزء تحت. هو دي فكرة الأستجماتيزم. طبعا احنا هنا كده كبداية كده، واحد هيقول طب احنا الاول كنا بنعالج بندي عدسة بالسالب او عدسة بالموجب بتظبط الصورة كلها، طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هندي كذا عدسة ولا ايه الحل بالظبط؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. اهو ده قدامنا صورة مثلا لاستجماتيك اي، شايفين هنا المنظر، ادي نقطة، دي كده الضوء او الشعاع بتاع الصورة داخل العين، ادي نقطة اتجمعت فيها، وادي نقطة تانية، وادي نقطة تالتة، وممكن يكون في رابعة وخمسة. هنا طبعا حالة يعني غير اللي شفناهم قبل كده خالص. نيجي نشوف الفيلد اوف فيجن بتاع العيان ده، لا هو شايف بعيد ولا شايف ولا هو شايف قريب. كده كده اي صورة بتخش عينه بتخش مشتتة، يعني بتتجمع على كذا نقطة، يعني سواء البعيد هيشوفه ملخبط والقريب هيشوفه برضه ملخبط بالمنظر ده. قبل ما نبدأ ناخد التايبس والتريتمنت، عايزين نفهم الميريديانز عشان نفهم الاستجماتيزم كويس. دي قدامنا كده صورة للكورة مثلا، دي كورة باسكت. شايفين كورة الباسكت هنا، هتلاحظوا ان في لو الكيرف دوت رسمته عليها، الكيرف دوت دي كورة طبعا، هيساوي الكيرف ده، هيساوي لو في كيرف جاي كده هيساوي الكيرف اللي جاي كده، لأنها كورة طبعا. شايفين المنظر اللي انا زمته، الكيرفات دي كلها متساوية. الكيرفات المتساوية ديت هي عين او هي القرنية بتاعتنا، بفرض ان دي هي القرنية. شايفين كل الكيرفات دي زي بعض بالمنظر ده. ده طبعا نوع تاني من الكور بنسميه بتاعة الرجبي او الامريكان فوتبول يعني، ما علينا. المهم ان لو جينا نشوف الكورة دي مثلا، الكيرف ده هذا كيرف من الكيرفات، وده كيرف تاني. بفرض ان الكرة الباسكت ديت هي القرنية بتاعت واحد، طبعا هتبقى قرنية ممتازة كويسة، كل الكيرفات فيها من كل الاتجاهات متساوية لبعضيها. انما هنا الكرة دي عاملة انبعاج بالمنظر ده، بفرض ان ده قرنية واحد، هنا عنده فيه كيرف عالي قوي بالمنظر ده، والكيرف التاني مفلطح قوي بالمنظر ده، وبالتالي هو ده المنظر ده هو اللي بيعمل عندي الاستجماتيزم، ان عندي كيرفات مش زي بعضها، وبالتالي الضوء لما بيجي يخش على القرنية اللي شبه كيرفات الكورة، كل كيرف من دولت هيكسر الضوء بطريقة متساوية مع كل الكيرفات الأخرى، بحيث ان كله يتجمع في الآخر في نقطة واحدة. يعني مثلا لو في ضوء داخل على الكيرف ده هيتكسر كده، ضوء داخل على الكيرف الوراني ده هيتكسر كده، وضوء داخل على الكيرف ده بيتكسر كده، وهكذا. دي القرنية السليمة الحلوة. انما فرض على القرنية اللي فوق دي، الضوء داخل مثلا كده على الكيرف ده، الكيرف دوت ايه مفلطح قوي، يعني مش مقعر، يعني الكيرف بتاعه قليل، وكل ما بيقل الكيرف كل ما بتقل قوة الكسر، وبالتالي الصورة لما تيجي على الكيرف ده مثلا هنا وهنا، الصورة تتجمع ايه، ما عندوش قوة كسر كبيرة.
طالما ما عندوش قوة كسر كبيرة، إذا الصورة تتجمع ورا قوي، يعني تيجي هنا كده ورا جدا، على عكس الكيرف ده. الكيرف دوت متني قوي، او الكيرفيتشر بتاعته عالية، وبالتالي لما الضوء يقع عليه هيتكسر بقوة كبيرة قوي، فيجي بالمنظر ده. شايفين ادي مكان للصورة وده مكان للصورة، بس هما مش صورتين، يعني عشان بس في ناس تقولك ايه الفرق بينه وبين الدبلوبيا. الدبلوبيا انا بشوف صورتين، كل عين بتشوف صورة معينة، لكن هنا العين الواحدة الصورة بتتشتت جواها، يكون الجسم الواحد متشتت جوا العين. فدي ببساطة كده شرح الاستجماتيزم بالكيرفات. برضو عشان نفهم اكتر، دي قدامنا كده حاجة بنسميها التوبوجرافي، كنا اخدناها في شابتر القرنية. طبعا الكلام ده ممكن ما يكونش مذكور في الكتاب قوي، لكن احنا بنقول عشان نفهم الكلام، لان احنا ما قلناهوش مش هنفهم حاجة، نقعد نحفظ وخلاص. دي طبعا التوبوجرافي عبارة عن ان احنا بنعمل تصوير لتضاريس القرنية، كأنها احنا فاكرين في الدراسات زمان كان قدامها خريطة بتاعت الجبال، نلقى الجبل مثلا الأزرق ده مثلا مستوى سطح البحر، وكل ما بنزيد لفوق كل ما اللون بيغمق لحد ما بنوصل ان اللون البني دوت هو قمة الجبل، واحنا بنكون عارفين كده واحنا باصين من فوق. دي منظر القرنية، نفس الفكرة بالظبط. اهي القبة اهي الأزرق، يعني دوت منطقة منخفضة جدا في القرنية، أزرق فاتح شوية معناها ان احنا نطلع لفوق، الأصفر طلعنا فوق قوي، البني ده او الاحمر الفاتح البرتقالي كاننا في قمه القرنيه. المنظر اللي قدامنا دوت بتاع قرنيه سليمه قوي، شايفين منظرها ازاي متناسق وجميل، اللي تحت فيها زي اللي فوق. احنا طبعا دوت المنظر ده الى حد ما يعتبر مجسم، يعني 3D. الدكتور طبعا مش بيجيله التوبوجرافي عامله كده، التوبوجرافي بتجيله عامله كده كان احنا بنبص عليها من فوق. احنا كده بنبص لها كده بمنظر ثلاثي الابعاد، احنا كده بنبص عليها من فوق هنا. فلما نبص من فوق هنلاقي نفس المنظر بتاع الخريطة بتاعت زمان، اهو حتة ايه منخفضة، تطلع شوية تقعد تطلع 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 كأنه جبل بالظبط، ومن النص مرتفع كأنه عامل شبه الجسم المخروط، تمام. فطبعا برضو من هنا المنظر دوت يعني القرنية مظبوطة قوي لأنها مرتفعة بالتدرج، وفي الآخر طالعة بالمنظر ده، إذا دي قرنية تمام مفيهاش أي حاجة. نبص بقى على الصورة دي، شايفين المنظر ده؟ اهي كده عين فيها استجماتيزم. ملاحظين ايه؟ لاحظوا هنا تدريج طالع تمام، هنا ازرق، كده نطلع شوية لسه ازرق ازرق، وصلنا لحد السنتر بتاع القرنية وهي لسه زرقاء. اذا ده معناه ايه؟ ان الكيرف هنا عالي جدا بينما الكيرف هنا واطي. معلاش، اذا معنى ان في كيرف عالي وكيرف واطي زي ما قلنا من شويه، اذا الصوره لما تخش على الكيرف العالي هتتجمع قدام الشبكيه او في نقطه معينه، ولما تخش على الكيرف الواطي هتتجمع ورا الشبكيه او في نقطه معينه تانية، وبالتالي بقى عندي تجمعين للضوء، تشتيت للصوره، وهكذا بقى. يعني برضو الكيرف ده مش طبيعي والكيرف ده مش طبيعي، فيتجمع كذا مكان للصوره. هي دي فكره الاستجماتيزم من الرسمه دي. برضو عشان نفهم اكتر، بفرض ان انا عندي جسم، الجسم ده عبارة عن مستطيل بالمنظر ده كده، ده جسم مستطيل. الجسم دوت لما تخش النقطة اللي فوق دي، بفرض ان ده المستوى الاخضر ده بيمثل طول المستطيل، والمستوى البنبي بيمثل عرض المستطيل. فطول المستطيل هو داخل العين، بفرض ان العين ديت طبعا ايه ديت العين طبعا استجماتيك اي. المفروض لو العين دي طبيعية النقطتين دلوقتي يتجمعوا في مكان واحد، الطول والعرض يتجمعوا في مكان واحد. لكن لاحظوا معايا الطول ده اللي هو المستوى الطولي اللي هو الاخضر اللي بيمثل طول المستطيل داخل العين، المحور ده بتاع العين فيه قوة كسر كبيرة، قام جمع الصورة بدري قوي، بينما المحور بالعرض ده بتاع العين اللي هو بيستقبل الجزء العرضي من المستطيل قوة الكسر فيه ضعيفة، وبالتالي الصورة اتجمعت ورا. هنا مش نفس الصورة، هنا يا جماعة مش صورتين بيتكونوا، لأ ده هنا الجزء اللي بالعرض اتجمع ورا والجزء اللي بطول اتجمع قدام.
فالعيان ده بيشوف لخبطة أو صورة مشتتة. أهو نفس الكلام هنا، ده الجزء اللي بالطول، يمكن مش واضح عشان اللون، وده الجزء اللي بالعرض كده. ده قوة كسر ضعيفة، قوة كسر عالية، على طول الصورة تتشتت جوه العين. أسباب الأستجماتيزم، في كورنيال أستجماتيزم ولينتيكولار أستجماتيزم. طبعا الكورنيال ده هو الموست كومن. الفكرة هنا طبعا احنا كل الشرح اللي فات كان على ان القرنية الكيرفيتشر بتاعها مش متساوي، فزي ما قلنا ان ايكوال كيرفيتشر اوف ذا كورنيا ان ديفرنت ميريديانز. ميريديان يعني المحاور، يعني احنا لو رجعنا هنا في اتنين ميريديان كده، ده ميريديان وده ميريديان كده، يعني ده ميريديان بالطول وده ميريديان بالعرض. ممكن بقى السبب يكون في كيراتوكونس او سيرجيكال تروم. الانتيكولار استجماتيزم ده طبعا نوع نادر، نفس فكرة القرنية ان العدسة بيكون الكيرفيتشر بتاعها مش متساوي، يعني ناحية في العدسة او ميريديان في العدسة كيرف بتاعه غير الميريديان التاني، لكن ده طبعا نوع نادر. ايه هي انواع الاستجماتيزم؟ في عندنا regular astigmatism و irregular astigmatism. هنبدأ بال regular in which two principal meridians اللي هو المحورين، محورين ايه؟ the highest and the lowest power. احنا في الرسم اللي لو رجعنا عليه من شوية هنلاحظ ان عندنا محورين، ده محور اهو وده المحور التاني، واحد قوة كسر عالية واحد قوة كسر قليلة. تكملة الديفينيشن بيقول ايه؟ ان المحورين دول بيكونوا على زاوية متعامدة، بيكونوا متعامدين على بعض. لو جينا نبص هنا هنلاقي المحور بتاع اقوى قوة كسر متعامد على المحور بتاع اقل قوة كسر، وبالتالي النوع ده لما نلقى العيان بالمنظر ده جالنا محورين متعامدين وقوة كسر عالية مع قوة كسر قليلة، اذا ده هنسميه regular astigmatism.